بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا. بتسعد رابطة الأشعة لأطباء دمياط إنها تستضيف الدكتور أحمد عبد الخالق أستاذ الأشعة بطب المنصورة وزملائنا جميعا الدكتور ساهر والدكتور أحمد المرسي للطاقم العلمي المتكرر دايما بوجودكم، لأن احنا من غيركم ما بنعرفش نعمل حاجة يعني. فالعدد النهاردة يفتح النفس طبعا إن احنا نستمر ونكمل الرابطة. الرابطة محتاجة حاجة كتير، أولها الحضور. مش هنتكلم بقى في حاجات تانية دكتور عصام والاشتراكات وبعدين احنا عايزين كمان مساهمات من الأطباء بتوع دمياط اللي هم زمايلنا. كان في بقى يعني احنا عملنا الاجتماع ده بقى اللي بيبقى منه احنا لسه بنبدا دلوقتي يعني عايزين احنا بنشوف حالات كويسه جدا من الجميع على الفيس بدون ذكر اسامي، انتوا عارفين طبعا الحالات الحلوه مين اللي بينزلها. فاحنا عايزين اللقاء العلمي ده يتكرر كثيرا، مش مجرد ان احنا يبقى لقاء محاضرات، لا، اللي عنده حاله بيجيبها وبنكون لنا بنناقش فيها. ان شاء الله نقعد بس ربع ساعه او نص ساعه بس، نتجمع دايما باستمرار. تمام، انا هسيب المجال للدكتور احمد استاذنا اللي نورنا النهارده وهيساعدنا بالماسكوس ديتا الالتراساوند بتاع الشغل. اتفضل احمد. طبعا استاذ المرسي، استاذ المرسي طبعا يعني انا مش هتكلم عن استاذ المرسي لان هو تاريخ الكل يعرفه من ايام الدكتور عوض الله يرحمه واحسن اليه، وهو معانا وشرفتنا يا استاذ. الله يبارك. كل حاجه وكل المؤتمرات حاجه جميله جدا. ربنا يديك الصحه. اتفضل دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا يعني انا سعيد ان انا موجود بينكم. اشكر طبعا كل الرابطه بصراحه، هي فكرتها حلوه والواحد بصراحه يعني من الحاجات الوليده الجديده اللي هو الواحد بيحس فيها فعلا بحاجه كويسه. ياسمين ربيع بصراحه برضه من الناس الاكتيف وهي اللي عملت الدعوه، يعني اشكر بقى الرابطه على رسوم الدكتور عصام والدكتور ابراهيم حنا والدكتور احمد الديك. بصراحه دول فيجرز من الناس الواحد بيحترم يكون في قاده كده في يعني يكونوا قدامنا على طول، والحقيقه يبقى في ترابط بين الجيل الكبير والجيل الصغير ونحس كده ان احنا في سنكرونايزيشن والدنيا مختلفه يعني. لان طبعا هو الفكره كلها في الرابطه حاجتين، ان احنا تبقى فيها فاميلياريتي، والرقم اثنين اللي هي اللقاءات العلميه دي اللي احنا نكسب من وراها حاله كويسه تتحط. احنا بالنسبه لنا ساينتفك دي اتعمل وتبقى كلها شورت نوتس بحيث كلنا في الاول والاخر نحس ان احنا ارتقينا بالاشعه. حد هنا يعني بره الاشعه ولا كله اشعه؟ حاسس ان احنا كلنا اشعه صح؟ كله حد عشان اخد راحتي يعني ايه يعني مثلا انت عارفين ايه يعني عشان بس ايه اشوف الليمت بتاعي فين يعني. حد بره المغاره عشان ما تزعلش. طبعا احنا ايه، احنا جايين نتكلم في برانش الماسكول سكيليتال النهارده. لو جينا نتكلم في كل البرانشات والسب سبيشاليتي بتاع الاشعه كلها مستباحه، صح يا دكتور احمد؟ طبعا صح. للاسف يعني. للاسف كل واحد دلوقتي، لان هي دلوقتي ايه السبوبه المشتركه، انت مش عايز تطلع العيان من تحت ايده ولا بيكون ايه كل واحد مخلص يقول له لا ده الكشف الاشعه التلفزيونيه كده يعني. فجينا في الفتره الاخيره الماسكول سكيليتال، اصلا عشان تشتغل ماسكول سكيليتال لازم تكون انت بروفيشنال بتاع اشعه اصلا. ماشي؟ مش معقول ان انت تيجي تشتغل ماسكول سكيليتال الترا ساوند وانت ما تعرفش الابدون الترا ساوند او الدوبلر الترا ساوند. لان مثلا يجي عيان من ضمن الحكايات يعني يقول لي يا دكتور احمد هو العيان ده عنده بين في البوستيريور اسبكت بتاع البيستو ميدل اسبكت بتاع الانكل مثلا، يطلع في الاخر حاجات من النوادر يا دكتور احمد اللي هي ايه دي في تي في البوستيريور تيبيال بين، هو مش عارف يشخصها كده ماشي. يعني هو ايه في دماغه ان تندم ويا سينوفيال سيست يا اما تينو ساينوفايتس يا اما، فلازم بتاع الاشعه ده الحاجه بتاعتنا اللي احنا المفروض ما نسيبهاش. فمن هنا جت الحقيقه ان احنا نمسك اللي عنده حاجه يعرفها في اي مجال ما يسيبهاش ويعلم اللي بعده يعني، لان القصه كلها لو ما حصلش كده هتبص نتلاقي كل واحد بيتنزع العلم لنفسه في الاخر مش هيرتقي يعني، هو هيفضل كده والمعلومه اللي عرفها ما استفادش بيها الناس زمايله. الحاجه الثانيه بيدي فرصه لبتوع البرانشات الثانيه يقول لك ايه طب ما هو الثاني ده ما مش كاتب تقرير كويس، طب ايه يعني ما انا اعمل اللي هو بيعمله يعني، مش هو بيحس كده بالهزليه بتاعتنا، فبالتالي بياخد نقطه الايه اللي هو الرضا لنفسه ان هو لما يعمل الحاجه كده طب ما هم بيعملوها كده. فعلشان كده كل واحد مننا مسؤوليته قدام نفسه وقدام ربنا ان هو يكون ملزم ان هو يتعلم كويس. بعد كده بقى ايه شغل مش شغل، الدنيا ايه الرزق بتاع ربنا يعني.
واللي عرف معلومه يعرفها للي بعدين علشان كل الاجيال تتوارث. فكره المصري سكريت انا كنت برضو واحنا بنشتغل، انا كانت رسالتي في الدكتوراه وكده، كلما كنا بنشتغل فخلصت الرساله وكانت انتندد ان احنا اتعلم المسكول سكليتال يعني. لما خلصنا وجينا نعمل ابحاث لقيت بتوع الاقسام التانيين كلهم جايين، دكتور احمد عايزين نعمل ريسيرش مشترك بينا ونبعت مش عارف مين كانديد وتشتغل معانا وبتاع. لقيت جش مثلا حوالي 15 رساله جايلي من اسم الروماتولوجي واسم وحده اسم ثلاثه بطن عندنا، وكل ده عايز يعمل ايه؟ يشتغل على النقطه دي. عملت انا كام رساله حوالي 3 4 رسالات بالمنظر ده، لقيتهم بعدها بالظبط بست شهور بيعملوا كورس، بيعلنوا عن كورس في الوحده بتاعتهم ان هم هيعملوا كورس ماسكروسكليتال الترا ساوند ماشي عندهم في الوحده. فايه يعني ما هو مجرد هو خد منك الفكره وقام ايه على طول بقى الفكره بالنسبه لهم ان ده كريسيرش هو حاجه جديده. كلنا دلوقتي كل الناس بتيجي ترمي على الاشعه، يعني مثلا كل واحد بيعمل دلوقتي اي رساله جديده بتاع الجراحة. انا كنت مشرف على رساله جراحه رول اوف انستوجرافي في ستيرويد نديول، الواحد بتاع جراحه ليه هو مش لاقي حاجه جديده، فيقول لك ايه حط الانستوجرافي وبتاع وكانت رساله بتاع حد ريكومندد ومش عارف ايه وبتاع. ومعلش دكتور احمد وصلنا حد من الاساتذه يا باشا قال لي خدها معاك في الاشراف ومش عارف ايه وبتاع، ما اقدرش اقول لا. بس هي رساله عنوانها كده رول اوف انستوجرافي في ستيرويد نديول بتاع واحد هياخد ماجستير جراحه ماشي. ما هو يعني واللي بقول لحضرتك يعني واللي عمل توصيه دي للناس اللي هو ما اقدرش اقول له لا يعني. في مؤتمر نسا قريب في شهر 4 اللي جاي في المستشفى العسكري هنا في دمياط، عاملين بتوع النسا، شفت المضاعفات بتاعته كلها الترا سام او نصها الترا سام. بس ده اللي انا بقوله بقى يا جماعه ايه شغلكم؟ طيب ايه بقى دكتور عصام اللي خلى القصه دي؟ ان احنا الكواليتي بتاعتنا قلت ماشي. فبدا هو يسترضي نفسه فبدا يسترضي لنفسه ويطلع مبررات ان هو ايه لا خلاص ما انا كده انا وبتاع يعني انا مثلا كده يعني انا هبص بالجهاز وايه ساعتها لما تزيني ابقى ابعتها لحد بتاع اشعه. فلو بتاع الاشعه مش كواليفايد وبعت له ريبورت برضه معلش اي كلام خدت بالك هو هيبقى كده خلاص يبقى زي الفل، انما لو بعت له كلام حس فيه ان هو ديفيشن ساعتها هو هيرجع على الخطوه دي. صح ماشي ده تفسير منطقي. فهي دي فكره ان احنا داخلين الماسكروسكيتا النهارده لازم كلنا نكون عارفين البيزكس بتاع الالترا ساوند العادي، عارفين البيزكس بتاع الدوبلر وعارفين كل الشغل بتاعنا العادي. يعني ما ينفعش حد يكون قاعد معانا النهارده اول مره يحضر المحاضره دي، اول مره يحضر الترا ساوند عموما يعني ماشي. الفكره بتاعته فيري سمبل، بس المهم الاناتومي يعني زي الابدون الترا ساوند لما انا اروح احط البروب فرد هايبوكوندريوم انا رايح عشان عارف ان الليفر في المكان ده وعارف ان انا هشوف الجول بلادر في المكان ده صح. لما اجي بقى اعمل الترا ساوند للشولدر المعروف المفروض ان في سبيسيفيك ستراكشرز هروح ادور عليه وكل ستراكشر هيجي من لاند مارك ماشي. فبالتالي انا لما احط البروب في مكان معين عارف ان البروب ده محطوط عشان يطلع لي السابس كابيلاريز، البروب ده محطوط عشان يطلع السوبرا سباينيتس ماشي، البروب ده محطوط عشان يطلع البايسبس يعني ايه يبقى ده التكنيكال بوينتس. فبالتالي الماسكوس كده الترا ساوند له ثلاثه ارمز، اناتومي كويس، نحط تكنيك كويس، الباثولوجي كله في الاخر يتساوي. اسهل حاجه في الماسكولوسكيليتال ان احنا نطلع في الاخر فاينل ان هو ايه الباثولوجي بتاعنا، لان الباثولوجي لا يتعدى ايه تيرتينوساينوفايتس لو تيومر جارد سيل تيومر سندريشيس بوني ايروجن مش عارف ايه، الكلام بسيط بس المهم ان انت تكون طلعت اللوكيشن بتاعه صح وان انت عرفت ان انت بتشتغل في انهي تندم بالظبط عشان لما هتكتب تقرير يعني تبقى عارف انت بتكتب ايه. وفي الاخر بتتوج الكلام ده بشويه الديسكريبشن اللي هم بتوع ايه الماسكولوسكليتال ترمينولوجي ماشي. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا النهارده هستاذنكم هقعد واقف يعني بحيث برضو ايه يعني احنا عندنا قلنا الماسكولوسكليتال ثلاث حاجات، اهم حاجه الاناتومي. كان زمان برضو اساتذتنا كانوا بيعلمونا يقول لك ميزه الاكس راي ان احنا عندنا كل حاجه بايلاتر ماشي، هي دي الميزه الوحيده اللي عندنا في الماسكول سكريت، كل ما تتزني في حاجه عندك كومبين. وده طبعا احترم طبعا الباشوات بتوع الرنين يعني ايه طبعا دكتور عصام هو الرنين على عينه وعلى راسه طبعا دكتور ابراهيم، بس السونار دلوقتي از ذا برايمري تول يعني مفروض ان اي حاجه الكلينيشن يبعتها ويقول لك عايزين نشوف ده ايه. انا في وجهه نظري يعني انا برضه عندي رنين بس ايه انا من محب ان احنا نعمل برايمري انفستيجيشن بالالترا ساوند. فالالترا ساوند ممكن يعمل
البرايمري انفستيجيشن. لو حبيت اكمل هكمل برانين، لو هو وداني فاينل دايجنوزس او قدر يحدد لوكاليزيشن للقصه دي يبقى ايه نعمل كونكلوجن على الترا ساوند. فبالتالي هو البرايمري دايجنوستيك تول. هو احنا عندنا القصه في فالفكره بتاعتنا ان احنا عندنا ما بنقولش ان الالترا ساوند هو معزول عن بقيه الادوات، لان في حاجات تانية لازم الالترا ساوند هيقف فيها. ماشي، البون مارو مش هعرف اعمل له ايفالويشن بالالترا ساوند. في حاجات انترا ارتكولار ستراكشر وديبلي سيتد زي مثلا الاي سي ال مش هعرف اعمل له ايفالويشن. المينسكاي هو الالترا ساوند سنسيتيف فيه بس مش كونكلوسيف للدرجه الكبيره، يعني ما اقدرش اقول هو اللي هيديني الدرجه السبيسيفيستي بتاعته عاليه فيه. فبالتالي في حاجات ما حملوش اكتر من طاقته فيها، بس اي فيزيشن هيبعت لنا حتى دلوقتي مثلا في هو بدات الثقافه دي تعم بقى لما عادوا بيوصلوا التقارير عندنا كويسه في المنصوره، لما عارف ان هو بيوصل لتقرير كويس عاد حتى ايفن لو شك في الريديال نيرف يبعتوا الترا ساوند الاول. يعني مثلا ايه مكان قبل كده ده ريديال نيرف وبيدور على ريديال نيرف. الفكره الخطيره بتاع الالترا ساوند ايه؟ هو الرنين هيتعمل له لوكاليزيشن على جزء معين، يعني هنعمل رنين الفوف بتاعنا مثلا 30 سم 50 سم اللي هي الاجهزه الكبيره. انما الالترا ساوند تلاقي العيان يقول لك ايه انا عندي حته مكلكعه عند القلب وشويه يقوم مشاور على الريست وشويه يطلع فوق، مين اللي هيعمل كده غير الالترا ساوند؟ ماشي؟ لان الالترا ساوند هو اللي فيه ايه؟ مالتي لوكيشن تشينجز. الحاجه الثانيه الكومباريتيف ستاد انا سهل خالص ان اقارن على الناحيه الثانيه. فبالتالي هو التكنيك ده ديفرنت وعامل كومبلمنتري دايمنشن ثاني خالص في الاشعه بالاضافه لمين؟ بالاضافه لوجود السي تي والرنين. الكلام النظري اللي احنا عارفينه كله اللي هو المميزات بتاعته ماشي؟ ان هو لو كوست ماشي؟ لما نتعود على صوره الالترا ساوند في الماسكولوسكيتال سيستم وازاي بنشوف النيرف وازاي بنشوف التندون وازاي بنشوف المينسكس وازاي بنشوف الليبرم اللي يطلع فعلا بيطلع هاي سبيشال ريزوليوشن تحفه، بس المهم نكون عارفين الالاتهم كويس. كلنا عندنا الوايد افيلابيلتي يعني ان احنا نقدر اصلا نستخدم الجهاز موجود تحت ايدنا كلنا في كل الاماكن. طبعا بالنسبه للتولوريشن للبيشنت هو احسن جهاز نقدر نستخدمه في القصص دي. نون انفيزيف نون ايونايزنج راديشن بيشنت كونترا انديكيتد للام ار اي دلوقتي اصلا يعني ايه بداوا يستخدموه في القصه. طبعا هو از برايمري تول. صفه خطيره جدا الدايناميك اكزامينيشن، يعني ده يعني هو دلوقتي بدا الرنين بيتعمل في الدايناميك، بس انتم متخيلين ده عايز جهاز ايه برضه عشان اشوف الدايناميك اكزامينيشن في اللامبو ساكرال او السيرفيكال سباين؟ لا ده في التندون بقى لو انا عندي جاب وشاكك ان هي بارشال تير ولا كومبليت تير ماشي، بحط البروب على الجزء اللي انا شايفه وبخلي العيان يعمل يا اكتف اكزامينيشن يا باسف اكزامينيشن انا اللي بعمله له ماشي، وكل تندم بيبقى له اكزامينيشن بطريقه معينه. فبالتالي الجاب دي وسعت ولا ما وسعتش ولا اصلا لوست فانكشن، فبالتالي ايه خلاص يبقى فيه تير ولا اكدته. هل الميزه دي في الرنين؟ مش هنلاقيها في الرنين ماشي. طيب المالتي ريجن اكزامينيشن ده برضه من الحاجات الخطيره جدا، هتشيل هنا وتروح على القلب وتروح على الريست تروح على الشولدر بتعمل ايفالويشن حتى من الحاجات دي بتبقى كويسه جدا. كان ابسط مثل كان معايا دكتوره علاج طبيعي بتشتكي من فينجر دروب بقى لها سنه بتلف على الدكاتره، يطلع النيرف كوندكشن في الوسط فيه افكشن، يعملوا لوكاليزيشن لليجن مش عارفين، عملت رنين طلع نيجاتيف. فالمهم هو الدكتور الفيزيشن اللي بعتها شاطر شويه قال لي ركز على الريديال نيرف ماشي. لا اخفيكم سرا الماسكولوسكيليتال اناتومي ممكن تكوني ناسياه علشان انت سبتيه لفتره مثلا، يعني انت مثلا ما اشتغلتش ريديال نيرف مثلا لمده شهر او شهرين، فقبل ما تدخل العيان على الاكزامينيشن تقرا تاني، تقرا النيرف ده كل ستراكشر في الماسكولوسكيليتال له لاند مارك تعرف تجيبه منه، يعني عايز تبص عليه هتروح تبص عليه في المكان الفلاني ده اللي هتمسكه منه، بعد كده تطلع معاك رينيال او تطلع معاك كودال يعني تمشي معاك كده وكده. فهي الفكره الدكتوره لما جت عملها الاكزامينيشن طلع فيه انترابمنت للرينيال نيرف عند السبينيتو المصري. طبعا هي ما كانتش مصدقه التشخيص يعني هي علاج طبيعي، فالحاله برضو يعني لفت الايام يعني اتفتحت وعمل ريليز للانترابمنت ده معناه ايه؟ طب ما هي عملت رنين بس ما حدش جه في دماغه
ان هو يعمل لوكاليزيشن للمكان ده، لان الالترا ساوند خد كذا جزء. يعني عملت سكريننج للريديال نيرف عند الريسر، وطلعت عملت له عند الريديال، وطلعت عملت له في السبايرال جروف اللي في الهيومرس على الكورس كله. ده لو احنا الطلب رانين هيعمل على الريست هيطلع نيجاتيف، هيعمل على الهيومرس يطلع نيجاتيف، بس الباثولوجي كان عند القلب. انت فاهمين؟ فيفرق يفرق يعني. دايما احنا لما ده ميزه طبعا الالترا ساوند. الاخطر برضه اللي هي الايه؟ الكونترالاترال كومباريزون. طيب واحنا بنشتغل الالترا ساوند لازم اكون عارف حته مثلا طلعت هايبو ده باثولوجي ولا مش باثولوجي. في حاجه اسمها انايزوتروبي ارتيفاكت، ده برضه عارف ان ده ارتيفاكت بيحصل في الماسكولو سكيتا الترا ساوند. التندونز والليجامنت عباره عن ايه؟ دنس باكد فايبرز اوف كونكتيف تيشو، سيك جدا. فبالتالي لما الالترا ساوند بيم ينزل عليها بيحصل له ايه؟ ريفليكشن وما بتعديهوش. ده في حاله ايه؟ لو هو نازل بزاويه غير 90 درجه. يعني لو نزل بزاويه 45 ب 60 بكده فبيقوم مطلعها هايبر. ده اسمه انايزوتروبي ارتيفاكت. علشان لما كده لما الاقيه لازم احط البروب بزاويه 90 على اللي انا بعمل له ايفالويشن. احط زاويه كده 90 علشان اعرف هو ده باثولوجي ولا ارتيفاكت. لدرجه ان احنا كنا عدنا بنستخدم الارتيفاكت ده ان انا اعرف الاستراكشر ده تندون ولا لا. يعني مثلا ايه؟ عايز اشوف في فين وارتري وكلام من ده، طب واللي جنبهم النيرف ده ولا تندون؟ النيرف ما يعملش كده. التندون هو اللي يعمل الايزوتروب. فلو نزلت له بالبيم بانجل 45 يقوم طالع اسود. يعني انا بدات استخدم العيب كميزه. يعني انا بغير الدايركشن بتاع البروب. ايوه تمام. هفرق بين النيرف من التندون. تمام. النيرف ما فيش فيه كده، النيرف كله فيه نيرف فازيكلز، ونيرف فازيكلز دي بينها ستروما فيها كونكتيف تيشو، ما بتبقاش دنسلي باجد، فبالتالي هو اصلا ما بيعملش الارتفاكت ده. ما بيبقاش هايبو. لا ما بيعملش الهايبو خالص. بس طبعا هي الحاجات دي الحقيقه بتحب اجهزه يعني ايه هاي كواليتي عاليه شويه. يعني مثلا برضو عايز اقول لكم ان احنا عندنا في وحده الروماتولوجي في مستشفى جامعه المنصوره فيها جهاز فيه 18 ميجا هرتز، بروب 18 ميجا هرتز. يعني ايه؟ بيشتغلوا بقى يعني بكل اريحيه لدرجه بقى يقولوا ايه طب دكتور احمد ممكن تيجي تبص على الحاله عندنا؟ انا بيني وبينكم نفسي اروح اعمل ده 18 ميجا هرتز، انا عندي اقصى حاجه 13 في الاسم. يعني اللي هو في مش جروب 18 في الاسم افيلبل. يعني قول قول كمان دكتور عصام قلب انا رئيس المستشفى 13 يا باشا والله 13 اللي هو اللوجيك بي 5 وعندنا جهاز الفيليبس، فاحنا اقصى حاجه عندنا ب 13. خدت بال حضرتك؟ في جهاز كده انا مستحوذ عليه في جنبي كده اللي هو التوشيبا عم احمد، التوشيبا اللي عندنا اقصى حاجه كام؟ 13 برضه باين. اللي هو عندنا في اوضه الانجيو كده عشان ما حدش يجي لحيطه، واحنا بوستين بين اللي هو يعني. فهم يجوا مثلا وانا بشوف عندهم على فكره الحالات، يعني وقت يصوروا لي حالات ياخدوا فيها راي وبتاع، وانا من جوه العيب طب يعني ايه؟ طب اعمل ايه في الجهاز ده؟ فهي دي الفكره. فطبعا احنا عشان ناخد التكنيك معظم الماسكولو سكيليتال هو ايه؟ بيشتغل على الهاي فريكوانسي سوبرفيشال جروب اللي هو يتارجح ما بين كام؟ ما بين 7 لحد 13. الحاجات السبيشاليزد ال 18 دي اللي انا بقول عليها يعني برضه عشان ما تكتئبوش يعني، ده بتبقى يعني عشان الفينجرز والحاجات الصغيره وبنشوف كده يعني. انما ال 13 بيشتغل معانا لحد الحاجات دي كويس. طيب بعوز الكونفكس هعوزه، وانتم ممكن تجاوبوا على السؤال يعني ممكن اعوزه في انهي جوينت اللي احنا بنعمله اكزامينيشن اعوز في الكونفكس جروب اللي هو مثلا 5 3 كده يعني. الهب الهب ماشي، لان الهب طبعا ما شاء الله المصريين عندنا يعني رجاله وستات كلهم ايه فلازم طبعا عايزين جروب محترم يشوفوا الحته دي. ينفع قوي في الايفالويشن للبوستيرور اسبكت والميديال اسبكت اللي هي الحاجات بتاع الادكتور جروب والهامسترنج جروب اللي ورا. الانايزوتروبي اللي احنا اتكلمنا عليه هو من حاجات طبعا المهمه اللي هو ارتفيشال ارتفاكت، وانا بستخدمه ميزه لو انا اتزلقت. طيب الاناتومي هو الالترا ساوند بتاع الماسكولو سكيتال سيستم بيعتمد على الاناتومي. لو ما عرفناش اناتومي احنا كده ايه ما نشتغلوش. فبالتالي احنا لو احنا بنسيستم الشغل بتاعنا انا طب احنا الريفيرال بتاعنا ما بيجيلناش الترا ساوند ماسكول سكيتال ولا سبيسيفيك حاجات كده يعني، احنا بنشتغل كلها دوبلر صح؟ فاحنا بنعمل الدوبلر هنشوف كل الحاجات، هنشوف النيه ماشي؟ الحاجات اللي هنتكلم عليها بعد كده هنشوف الكوادرسيبس تندون، هنشوف الباتيلر تندون، ماشي قديكم بعد كده بعد ما نبدا فيها.
قلنا التركه اللي لازم نكون عارفينها لما تزنق في حاجه، احلى حاجه فيها الكومباريسون. يعني لما ابص على السوبراس باينيتس على الناحيه دي، انا مش عارف هو طبيعي ولا مش طبيعي وانا لسه بيجنر، بص على الناحيه الثانيه. وعلى فكره هو الميزه في التريجرنج بوينت بتاع الماسكولوسكليتال ده ان البيشنت بيانديكيت المكان بتاع الليجن، يقول لك يا دكتور الحته دي وجعاني، تحط صبغه فاهمني، تحط البروب لو انت يعني عندك بس بدائيات هتشوف الباثولوجي ماشي، يقول لك الحته دي ورمه، يعني ده مش يوصف لك الوظيفه بتاع العضله اللي افكتد، يقول لك انا ما بقدرش اسرح شعري، ما بقدرش ارفع ايدي فوق، دي بتاع السوبراس باينيتس ماشي. فهو العيان تلاقيه بوصف الوصف بتاع الافكتد باثر ماشي. الدايناميك اكزامينيشن ما ننساهوش، لازم لما نعمل اي فحص لازم نعمل دايناميك ايفالويشن خلاص، لو احنا شكينا في تير او كده. البالبيشن طبعا لان كلنا البيشنت اوقات يقول لك في حته ورمه، وفي الاخر تلاقيها هايبرتروفايد ماسل، هو اصلا اسلت وماشي في الاكسرسايز كويس، حاسس ان حاجه ورمه عن حاجه كده يعني. زي دي مثلا، لو احنا اتكلمنا كده مثلا، انا عارف ان ده الاكرومال بروسيس وده الكلافيكل وده الاكرومال كلافيكل تمام كده. دلوقتي في تندون ماشي تحت وفي تندون ماشي قدام، لو انا مش عارف انا بحط البروف فين مش هعرف انا بطلع انهي تندون اللي انا بشوفه. لو انا حطيت هنا انا طلعت السبس كابيلاري، لو حطيت هنا طلعت مين؟ السوبرا سبيلاريس. المسافه ما بينهم نص سنتي، فبالتالي لازم تكون عارف انت بتعمل ايه عشان تطلع، يبقى التريكه الاناتومي ماشي. طيب لما احب اعمل اكزاجيريشن لتندون تاني، يعني مثلا المنطقه دي فيها بون شويه ومغطيه على السوبرا سبيلاريس تندون ماشي، في بعض البوزيشنز اللي بتعمل مور ايفالويشن وايدنتيفيكيشن للاستراكشر ده، هم خلي البيشنت هياخد سيرتن بوزيشن في يوم مطلع التندون ده بره شويه او ما اقدر اشوفه اكتر اللي هو البوزيشن ده. فبالتالي دي ايه؟ دي تريكس. يعني لما احط انا عارف ايه؟ عارف ان انا هحط البروف في المكان ده، بس البيشنت لما يحط البوزيشن ده يقوم مسقط لي السوبرا سبيلاريس انتيريور شويه، يقوم طالع من تحت البون ماشي؟ هي دي الحاجات. يبقى انا عارف الاناتومي وبالتالي البوزيشن والتريكس بتاع البوزيشن بتاع البروب واعمل لها ايدنتيفيكيشن ازاي. انا طبعا كل المنطقه دي انا بتكلم كلها في 5 او 10 سم اللي انا بشتغل فيهم. طب البروب كده لما بتحط هو رايح يطلع حاجه معينه؟ رايح يطلع حاجه معينه، يعني هو كده رايح يطلع انفراس باينيتس من ورا ماشي. يعني احنا لو شايفين كده البيشنت، والبيشنت ده على فكره حاطط وضع تاني قدام هنبقى نشوف في الوضع العملي يعني. فهو البروب محطوط كده، انا عارف ان هو هيطلع المنظر ده اللي هو المنظر ده، يبقى ده التندوم بتاع الانفرا سباينيتس، يبقى انا معروف ان انا لما اروح في المكان المعين ده عارف انا بطلع ايه ماشي. ده الارتفاكت اللي احنا بنقول عليه، معروف ان البايسبس تندوم ماشي ما بين الجريتر تبروست والليسر تبروست بتاع الهيومنز، هو باين ان هو ايه؟ ايكوجينيك خلاص. هنا الشعاع نازل ايه؟ 90 درجه. اللي حصل ان انا نزلته بزاويه 45، ايه اللي حصل فيه؟ بقى هيبه. هل ده باثولوجي؟ لا مش باثولوجي، ده مش باثولوجي. لو انا عكست عملت ال 90 درجه هيطلع كويس. فبالتالي لو طلعت معاك حاجه هيبه تقوم انت ظابط البروب، تاخد تشينج دايركشن تشوفه الهايبو ده فضل بريزستنت يبقى باثولوجي، بقى ايكوجينيك وزي رجع تاني زي ما كان بقى ايه؟ نورمال. وده كان الارتفاكت اللي معمول، لان معظم التندلز كلها بتمشي في كيرفيتشر في منحنيات، فانت ما بتمشيش عليها البروب. يعني حتى في بعض التندونز غصب عنك زي البايسبس، البايسبس ده نازل كده بزاويه 45، حتى لو انت نزلت له بالبروب 45 هو نازل اكتر. فلازم نكون عارفين احنا بنعمل ايه بالظبط ماشي. الليميتيشن بتاع السونار ايه؟ ما هو احنا مش كل حاجه نقعد نديها ميزات للسونار. في ناس مثلا لدرجه والله حد برضه من الزملاء كانت في واحده بريجننت، قال لي مش انت بتعمل سونار على الماسكول سكليتال؟ العيله دي واقعه على الهيب بتاعها وعايزين نشوف في فراكشر ولا لا بالسونار ماشي. لا يعني ايه في حاجات كده ما نقدرش، يعني مثلا ما نقعدش كل حاجه طبعا. طب انت هتجيبه فراكشر من ايه؟ انتيريور ولا بوستيريور ولا انفيريور ولا ميديال ولا لاترال؟ في ديفرنت بوزيشن بتعوز 3 دي اكزامينيشن، سي تي ام ار يبان لون ورق قديمة او كده يعني. فالليميتيشن بتاعنا احنا عندنا الاكس ري والسي تي هو اللي يقدر يبين الريليشن في الفراكشر. ما نقعدش بقى ايه نقول ده السونار هيطلع الريليشن في الفراكشر، لا. الحاجه الثانيه البون مارو تيومر والبون تيومر اللي فيها انترا ارتكولار اكستنشن والحاجات دي لازم نكون عارفين ان لا في ليميتيشن هنا للرول بتاع الالترا ساوند.
في حاجات نوف اكسسبل خالص للالترا ساوند اللي هو مثلا ايه الحاجات اللي الليجمنت الصغيره اللي في السباين ساكرو ايليا جوينت الكوريشيت ليجمنت وخاصه الاي سي ال البي سي ال ممكن اشوف التيبيا الاتاتشمنت بتاعه. طيب احنا كده خلصنا المقدمه. اي جوينت في الدنيا مش هيخرج التكوين بتاعه على الحاجات اللي احنا هنقولها. في بون عامله الجوينت والبون دي ممسوكه بليجمنت ما بينهم كارتليج او من سكاي او ليبرم خلاص، والتندونز اللي هي تمسك المصل بالبون والنيرفز اللي بتغذيه والسينوبيوم اللي بيغطي. يبقى ده الحاجات اللي هي في مين في اي جوينت هنبص عليه. اتنين بون بينهم كارتليج او ليبرم او من سكاي، التندونز اللي ماسكه المصلز بالبون، الليجمنت بتمسك الاثنين بونز ببعض. مش احنا عارفين الفرق بين الليجمنت والتندونز؟ صح يا حسن ولا ايه؟ ايه الفرق؟ الليجمنت يمسك اثنين بون والتندون مصل ببون. ماشي؟ زي الميدل كلاترال. ايوه ما هو احنا بس بنراجعها كده عشان برضه الناس تبقى عارفه يعني ايه. وعلى فكره هو الليجمنت اخو التندون في كل الابيرنس. يعني هو هيتبان ده فايبريلر، ده هيبان فايبريلر. بيبان هيبقى في الباثولوجي بتاعه بيبان. ماشي؟ الابونيوروزيس. ليه؟ الابونيوروزيس. يبان برضه نفس زي التندون. يعني هو الابونيوروزيس هو زي التندون برضه بالظبط. هي الفكره كلها زي ما احنا قلنا دي عباره كلها عن ايه؟ فايبرز بس عدد دنسلي باكد مع بعضها فبتدي نفس المنظر. وطبعا هي بتبقى ايه؟ فيري سترونج لدرجه ان هي بتعمل ريفليكشن للبين بتاع الالترا ساوند. الابلكيشن او ايه الباثولوجي اللي احنا ممكن نتوقعه بالالترا ساوند؟ يعني احنا مثلا لما نحب نشوف الالترا ساوند هل هو الباثولوجي بتاعنا حاجات كتير؟ بالعكس هو الباثولوجي اللي احنا بنتكلم فيه حاجات محدوده، بخلاف لو هو مثلا ريفيرد ان هو في ماس او سيستيك او سوليد الدكتور بيقول لك عايزين نشوف الماس دي فين او كده. يعني يا اما يكون في التندون بالنسبه له تندون تير تينوسينوفايتس، التير ده ممكن يكون بارشال ممكن يكون كومبليت ممكن يكون في كالسيفيكيشن. ده الحاجات اللي بنشوفها. اقصى تيومر كنا بنشوفه ريليتد للتندون شيس مين؟ حاجه اسمها جاينت سيل تيومر في تندون شيس. ماشي؟ ده اللي هو ريليتد للتندون شيس. المصل هيجي لك بالهيستوري عيان في مصل دروما في تير في هيماتوما فيها فلويد كوليكشن. ماشي؟ البرسه اللي بتبقى حوالين الجوينت فيها بيرسايتس فيها جوينت افيوجن. الروماتويد ارثرايتس نفس اللي كنا بنذاكره في العادي، بتبدا مثلا الاول بسينوفيال هايبرتروفي تخش في سينوفايتس تخش في سينوفيال افيوجن، بعد كده الجوينت سبيسز كلها بنحس ان هي نارونج مش بريزيرفد، الاروجن بتاع البون اللي فيها. فبالتالي هي لوكالايزد الباثولوجي مش حاجه ادام احنا عندنا باك جراوند للديزيز نفسه. ماشي؟ بس المهم كنا احنا بنعرف احنا بندور على ايه فيه. لو في ماسز مثلا سوفت شوماسز لامبس بامبس نعلق هل فيها انترا ارتيكولار اكستنشن؟ هل هي برضه في بعض الاوقات الجراحين اللي بوب وناس فاهمه كويس الحقيقه يعني هتصفشنت ان هم يبعتوها سونار بس يقول لي ايه علق لي بس شوف لي هي ريليتد ليه؟ تبدا انت تقول لي ده سوليد ماس ريليتد مثلا للتندون فليكسور ديجيتورم مثلا لونجس في المكان الفلاني فيها فاسكولاريتي ولا لا؟ فيها معاها انترا ارتيكولار اكستنشن ولا لا؟ معاها كونكشن للجوينت سبيس ولا لا؟ في بونو ايروجن ولا لا؟ فيها فاسكولاريتي ولا لا؟ كل الداتا دي معلش يعني ده الداتا اللي كان عايزها من الراجل صح دكتور احمد ولا لا؟ انت بتديها له بالصور بس تكون انت سبيسيفيك يعني بدات تعرف الوصف صح. انما قبل كده طبعا انا عارف ان احنا كلنا مرينا بالتجربه دي بتشوف ليجن بتكتب ايه؟ سيستيك ليجن في الفولر اسبكت بتاع الهام بس وخلاص وميجرز كذا في كذا. اهم حاجه عندنا ناخد الميجرمنت يعني. لا هي القصه كلها الريليشنز. ماشي؟ احنا لو وصفنا الريليشن صح وده اللي انا كنت عايزه من الرنين. يعني هو حتى لما بيبعتوا رنين عايز يشوف الاكستنشن والريليشن. طبعا الميزه الكبيره فيه الدي دي اتش بتاع الاطفال. هو حد دلوقتي محدش كل الناس دلوقتي والناس كل الناس اللي فاهمه سكريننج دي دي اتش هو بالسونار. محدش بيعمل الاكس راي خالص دلوقتي. ماشي؟ الا بعد ست شهور لما بيتاكد او عايز يعمل فولو اب ولا حاجه. الفورم بودي الحقيقه برضه من الحاجات الكويسه اللي انا برضه بكتشفها مع الشغل. حد مثلا دخل في رجليه حته خشبه اظن الخشبه تعمل لها اكس راي طالعه نيجاتيف
نعمل لها سي تي تحس مثلا ايه مشككاك الهايبر دينستي دي ايه يعني هي انيشال هايبر دينستي كده تبص بالسونار تلاقي حته الايكوجينيك طالعه هبط من الليج لا يعني ايه في حاجات احنا ما بنستخدمهاش فيها بس فعلا وتقدر انت تقول له ده هو على بعد كذا من السكن وكده يعني لا يعني ايه المهم ان احنا نأتاك الاريا دي يعني ما نقولش لا ده هتبقى صعبه لو شفناها امسك البروب واعملها هتلاقي الدنيا ابسط يعني الجنجليون سيست ده اكتر حاجه يعني انت لو سالتني ايه اكتر حالات بتشوفها كل الناس تبعت الجنجليون سيست لدرجه ان في بعض الجنجليون سيست تيجي في اماكن صغيره اللي هي ما عندهاش مفيش فيها ديستنشن كبير تيجي مثلا على ايه بروكسيمال انترفارينجال جوينت ديستال وتلاقيها فيري هارد لدرجه ان هم يشكوا ان دي بون اوت جروس تعملها تطلع سيست تطلع جنجليون ماشي طبعا فرق كبير ان هو كان حاطط في دماغه ان دي بون اكزيستوزس في الاخر ده جنجلي ماشي الهرنيا وما ادراك يعني طبعا كل السوبرفيشال هرني طيب احنا عايزين نشوف البون هو السونار يبدا يشوف البون كورتكس صح طيب اي بون كورتكس في الدنيا هي ببقى لها كيرفيتشر او بتبقاش ماشيه سموس اي تغيير عن كده يعتبر ايه باثولوجي طيب البون كيرفيتشر اللي هي اصلا المفروض ان احنا شايفينها لو احنا شايفين كده ده الكيرفيتشر او ده الارتكيوليشن ما بين الاستابيلوم او بين مين الفيمورال هيد ماشيه فيه كيرفيتشر كويس زي الفل مفيش فيه اي حاجه خالص نفس القصه هنا ده الفيمورال نيك ماشيه زي الفل مفيش فيها اي مشاكل خالص نتوقع ان الباثولوجي اللي يكون موجود ايه يا اما ديبريشن في البون يعني اوروجن يا اما بوني اوت جروس يعني اوستوفايت او بونو تيومر او استيوكوندروما ماشي بس المهم ما اجيش على حاجه زي دي ما انا عارف ان فيها كيرفيتشر اقول ان دي حاجه لا الثانيه دي بيبقى فيها ايه شارب انجل يعني بيبقى فيها تغيير دي برضو ايه الكورتكس زي الفل سليمه مفيش فيها مشكله خالص ماشي طبعا احنا شايفين كده في ستراكشرز ده حاجه ده تندون وده تندون وده تندون ودي ماسلز مغطياهم وكده يعني المهم ده انا بتكلم على الهيومرس زي الفل ماشي برضو الهيومرس في ده جريتر توبروستي ماسكه فيها السوبرس بينيتس ماسل الديبريشن ده سموث ده مش الديبريشن بتاع الباثولوجي عشان برضه ما يحصلش نقول ايه لا ده الحته دي لا اي سموث كيرفيتشر سواء كيرفيتشر كونفكستي او كونكافيتي ده معناه ان ده ايه ده نورمال ابييرنس للبون خلاص طيب نفس القصه في مورال كوندايل في ايه في سموث كيرفيتشر برضه ما ايه ما وقعش في مطب اقول ان في عندي هنا بوني ايروجن او كده شايفين بقى الفرق ايه ديبريشن صدم يعني حاجه كده ايه ما نزلتش كده ده في صدم ديبريشن حصل في الكورتكس وبيعمل حاجه اسمها ريفربريشن ارتفاكت تحت فده ايروجن بنشوفها كتير قوي تلاقي العيال التندون بتاعه كويس وزي الفل وتلاقي الافكشن بتاعه على الكورتكس بتاع البون اللي تحتيه ويبقى العيال بيشتكي من بين في المكان ده فاحنا لما نقول ان في ايروجن تحت المكان بتاع الاتاتشمنت بتاع التندون ده طبعا انت بتوصف ان في انسرشنال بوني تشينجز كلام محترم يعني حتى اللي بيعمل لك ريفيرال حاسس ان شايف في حاجه كده يعني المهم لما نبص على التندون ما تنساش تبص على الكورتكس اللي تحتيه لان ممكن يكون اللي تشينجز لوكالايزد للكورتكس بتاع البون والتندون نفسه لسه كويس نفس القصه احنا عندنا هنا البون ماشي كويس وبعدين تلاقينا في ايه حاجه طالعه كده صح ده اوستوفايت استوفايت عاديه يعني ده من اوستيو ارثرايتس العاديه طيب احنا ماشيين ده فلان دي عندنا فلانكس ومفروض ده الكورتكس بنبص تلاقينا حصل شرب ايه شرب بول اوت جروس كده حتى عامله ديسبليسمنت للتندو اللي موجود ده ايه استوكندروما او اكزيستوزس ماشي طلع يعني ايه حتى احنا بنبدا نقول عليه عايز اقول لك كمان احنا كنا بنبعت الرنين ليه يا دكتور احمد عشان نشوف الكارتريج ده سكاب اخباره ايه والسيكنس وهيقلب مالجنانت ولا لا السونار بيطلع الستيفنس بتاع الكارتريج ده سكاب ماشي زي ما احنا شايفين برضو ده عندنا برضو فيرست متخرب بالبون ماشي وده ترابيزيان في ارتكيليشن ما بينهم وبعدين احنا شايفين هنا ايه بوني اوت جروس صغير وده معمول على ايه على ارتكيليتنج سيرفيس ما بين الاثنين بونز فبالتالي ده اوستو ارثرايتس وده اوستوفايتس فورميشن نفس القصه اقدر اعمل جريدنج للاوستوفايت ما فيش فيها كلام هو كان الكلام بتاع الجريدنج على الساينوفيال هايبرتو او الساينوفايتس
ده الكلام اللي بيقولوه حتى ده اللي بيطلبوه في روماتويد ارثرايتس، انما الكاوستروفايت نفسها مش مفيش كلام من ده يعني، او ما ادهمش اهميه. فالجريدنج بتاع السنوفايتس هنجلها يعني، هو ده اللي بيحاولوا يركزوا عليه. برضه نفس القصه، احنا عندنا ايه، في بولو اوستروفايتس موجوده وفي ايرجولاريتي كل البولي سيرفيس مع برضه في الني جوينت، فمعنى كده ان ده اوستروفايتس. نعم لا مفيش، هو بص الاحسن برضه ايه، فراكشر يعني عيان جاي مش ماشي جاي متشال ماشي، الاحسن برضه ما هو ده مست الماسكولوسكيليتي، هو العيان بيجي يقول انا عندي في بين في المكان الفلاني، فبين لما يجي يقول لي انا خلاص انا وقعت وما عدتش بحرك رجلي ماشي. وبعدين في الاخر هو لازم على فكره ممكن يعني ما اسهل، كان برضه سين من الكيسز حد بعت لي حاله زي برضه ايه فور فن يعني مثلا ايه، والله ابني بيشتكي من كذا، اعمل له سونار على الحته بتاع الجريتر تروكانتر ماشي، هو بيشتكي من الحته دي بتوجعه، فبعمل للجريتر تروكانتر لقيت في بون اروجن تحت الانسرشن بتاع الجلوتياس ميدياس، الجريتر تروكانتر ده بيمسك فيها الجلوتياي تندون، فتلاقيت بون اروجن، طب انا اعمل ايه، ده حاله ريكومندد، وبعدين هو بعتها لي عشان بس ايه اشورنس ان هو كويس، فتلاقيت بون اروجن فايه، طب انا هكتب البون اروجن هيتخض، طب اعمل له اكس راي عشان برضه، فطلع الاكس راي طلعت الايروجن موجود في الجريتر تروكانتر، وطلعت معاها كمان ساكرولايتس على الاثنين، فطبعا دماغك بدا يروح يودي ويجيب بقى، هل ده انكيلوزنج ولا ايه، ولا القصص ماشيه ازاي. المهم ايه، بيخليك تفتح فواتير، وعملنا رنين وطلع هنا افكشال وافكشال والدنيا يعني ايه في كتير يعني، مجرد ان انت مثلا ايه تفتح فواتير بحاجه صغيره دي. ده بول اوت جروس اكزيستوز سوا في حته هايبو كده صح، وبعدين في تندون ماشي من فوق كده. الهايبو ده الكارتليج بيبان بالصنار هايبو، احنا عارفين كده ولا ما نعرفش؟ هو حد بيشتغل باسكول سكريتال ولا يعني حد بيشتغل؟ بشتغل بس طيب يعني حضرتك الكربون تانل والحاجات دي كويس، الروماتيد ارثرايتس حضرتك يا باشا بتشوف بشوف الروجن يعني، هو بس ايه يعني هي المفروض بس نحط ايدنا على الطريق وبعد كده باشا الدنيا. ما كان عندنا رساله كنت بشوف عليها التراسون فيرست فيرسز المرض، كنا عملنا هنا مع الدكتور طلال عادل، هي من الحاجات اللي هي بتنمي القدرات الرسائل مع ان الكندد متغيرين الايام دي، معلش يا باشا اسمح لي يعني برضه ايه، الكندد الايام دي عادوا ايه، عادوا عايزين يجوا للمشرف يعمل لهم الحالات كامله، مع ان انت بتعلمه حاجه هيستفيد بيها، يقول لك ايه طب يا دكتور بس ايه علمني وانا همشي على طول، خدت بالك تلاقيه جاي مكسر يقول لك ايه انا معايا هتيجي حضرتك انت عشان معايا خمس حالات عايز تعملهم معايا، ده الواحد لما بيصدق يشتغل وبعدين يروح يوريهم وغلطت في كذا وحتى اللاب. المهم حبينا نشوف الستكنس بتاع الكارتج كام، ينفع نقيسه يعني، لازم بقى كنا نبعته رنين ونقول مش عارف الستكنس كام وكده، عكسه انا كده قدرت اشوف الستكنس اهو كويس مع خزارة طبعا دكتور ابراهيم، ما هو برضه الرنين له مكسب برضه، بس ايه في بعض الاوقات يعني ممكن نعمل برايمري كول كده وما فيش مانع ان احنا نشوف انتر ارتيكولار اكستنشن ولا لا ماشي. نفس القصه برضه، ده الكارتجنس كده اهو، ده الاستكنبروما وده الكاب هايبو ماشي، اقدر اخد الستكنس بتاعه عادي خالص. طيب ده بالنسبه للبول الكارتليج، اسهل حاجه فيهم الكارتليج، اللي الكارتليج ده بيبان هايبو ماشي، بيبان هايبو كوف، الباثولوجي اللي بيحصل فيه يا اما يحصل له كارتليج لوس مع الاوستو ارثرايتس والحاجات دي، يا اما في حالات الجوت بيحصل ديبوزيشن للكريستالز في الني فيعمل حاجه اسمها دبل لاين سايت. يعني احنا لو احنا شايفين كده احسن كرسي ليا يا استاذ سيد كرسي ده ومش عارف اقعد عشان ايه؟ عشان ابقى في ده الفورال كوندايلز وده التروبلر سيرفيس بتغطي الكارتج، الكارتج اللي هو الهايبو اللاين اللي ماشي ده ماشي؟ اللاين اللي احنا شايفينه ان هو باين هايبو وماشي سيرفيس كده. طيب ايه الباثولوجي اللي ممكن يحصل فيه؟ الباثولوجي اللي ممكن يحصل فيه يروست هنا، يعني يحصل له ايه؟ ديكريس في السكنس، يحصل له سيلينج ماشي؟ فده في الاوستو ارثرايتس. طيب في بعض الحالات يحصل في ديبوزيشن، تلاقي هنا كده لاين هايبر ايكون ماشي؟ مغطي مين؟ الهايبو ايكون، فبالتالي بيسموه دبل لاين ساين، ده في حالات الجوه ماشي؟ والسكنس بتاع الكارتج ده ليه مقاسات؟ يعني مثلا في هنقول
اقل من كده ده اسطى لا ما طلعش المقاسات بس احنا لما نشوف حالات هتشوف الاسطى ارثرايتس معبره يعني مثلا لما تيجي تشوف حاله اسطى ارثرايتس تحس ان هي طبعا كده ايه يعني ما فيش الحاجات اللي انت شايفها شفت حضرتك الصوره اهو ما بتلاقيش بقى هناك خالص تاخد بالك ما تشوفوش زي ما احنا شايفين كده برضه الكارتج ده مفروض فين؟ بيمشي يغطي الفيمورا كوندايلز ويغطي التيبيال بلاك تو احنا شايفين هنا ايه الدنيا اكبرها ايه يعني يمكن هنا لسه شويه كارتج موجودين اهو وهنا ايه؟ بوست ليه؟ لان المثلث ده المنسكس المثلث ده المنسكس وهنا الاوستوفايت موجود الاوستوفايت الكارتج اللي هو الهايبو ده موجود هنا خلاص مفيش ماشي ده معنى كده بنكتبه كده لوست الكارتجنس كفرنج ذا فيمورا كوندايلز ماشي ويتكتب كده يعني هو الاكسبريشن او الترمينولوجي الحاجات اللي انا بشرحها دي هي تترجم على ارض الواقع كده ماشي طب المنسكس هنا بقى بصراحه فيها بس انا مش عايز فيها يعني المنسكس المفروض ده بيبان ايكوجينيك المنسكس بتبان زي الليبرم بتبان ايكوجينيك فالمفروض ان ده مثلث يكون ايكوجينيك بس احنا شايفين ان في خط هايبوكوك ماشي نفس جريدنج الام ار بالظبط الخط ده وصل ارتكولار سيرفيس ولا ما وصلش يبقى انا كده في جريد كام 2 ديجنريشن تمام طب مش الناس كانت بتقول ان هو كارتج بقى في ال يعني ليه ما يبانش زي الكارتج بقى هايبوكوك لا هو ده حتى بيسموه يعني الكومبوننت بتاعته هي زي الليبرم مش زي الكارتج ماشي فبتبان يعني انت عارف حضرتك عارف اللي هي الدرجه اللي ما لهاش ايكوجينيك قوي ومش الدرجه اللي هيبقى هي انترميديت كده حتى تحس برضو وانت بتجيبه لازم تجيبه ابيض بغير بص هو بقى حضرتك الكارتيجنال ستيلز والكلام ده باثولوجي مش عارف دينا فيه ان هي الفكره ان احنا يعني الكارتج ده يبان هايب المنسكس بتبان هايبر هي والمنسكس والليبرم هم اخوات ماشي يعني سواء جبنا البلونويد سواء جبنا بتاع الاستابلر نفس المنظر بتاع المنسكس ماشي في الايكوجينيست بتاعتها التكوين ايه بقى ده انا ممكن نبقى نشوفها يعني مش نفس القصه هنا احنا شايفين الكارتج ده اكبره ايه طيب هنا ايه اللي حصل له بقى وده دايما لما كنا بنقعد نقول الاوستارسيتس بتاعي مين عارفين ان هي بتحصل شويه على الميديا كومبارتمنت شويه علشان ده الويت بيري فبالتالي هنا الكارتجنس سينينج موجود في ناحيه والثانيه ايه بريزيرف ده الفيمر وده اللي هو الدبل لاين ساين في لايف على هايبر انتنس كده ماشي العيان ده فيه هايبر لوسيديا وده فيه جوت خلاص المصر طبعا كل الشباب دلوقتي بيلعب رياضه كله ده هو المهم بيلعب رياضه امتى؟ ده بيلعب رياضه على كبر يعني هو كل يقول لك ايه يا عم احنا بنمارس الرياضه اصلا تلاقي في كرش وبتاع وفي الاخر يوم رايح هوب مره اكيلز مره بتاع بيسموها الاماميه والخلفيه وبتاع ليه هو ما فيش رياضه ومره واحده يروح يلعب فبيحصل ماسل انجري على طول حاجات دي عليها كتير الماسلز بطبيعه الحال فيها ماسل فايبرز هتبان هاي ماشي اللي هي الخطوط دي طب والحاجات الهايبر دي الكونكتيف تيشو اللي هو ما بين الماسل فايبرز نفسها ده المنظر بتاعها في اللونجيتيودنال سكان لو انت ماشي مع مين مع الماسل طب لو انا عملت لها ترانسفيرس بتبان كده ده النورمال ابيرنس بعد شويه لما نخش شويه في الممارسه بتاع التكنيك يعني تقدر اقول لك مثلا ايه دول ماسلز اقول لك دول ثلاثه ماسلز ليه انا شايف الانتر ماسكولار بليه انا شايف ده ماسل وشايف ده ماسل وشايف ده ماسل انت فاهمني كانك بالظبط يعني يمكن حتى انت ممكن في الرنين كنا بنعديها كده لا بعد شويه كل شويه انت بتقدر عينك تاخد على الفيشيال بلينز اللي ما بين الماسلز ماشي برضه نفس الابيرنس نقدر نقول دي اكتر من ماسلز ولا ماسل واحده اكتر من واحده صح طيب دي واحده يعني برضه عشان تحس ان عينك بدات تاخد دي ماسل وبعدين في هنا برضه فيشيال بلينز دي ماسل ودي ماسلز فاهمين يعني بدانا حتى ايه مع نكون فاميليار مع كل ما نشوف كل ما نشوف حالات ماشي ده اللي هو الابيميديوم والمايوميديوم والبيريميديوم ما هو بقى حضرتك في ثلاثه اندوميديوم والابيميديوم والبيريميديوم هو يا باشا بص احنا بتوع راديولوجيست لما جينا نتكلم في الليفر ما قلتش الهيباتوسايت بتتكلم بتتكون من ايه والحاجات دي انت واخد بالك هو في الليفر انت واخد بالك بوردر وبتاع القصص اللي هي عايزين نقولها انا عايز بس اوصل لمرحله اللي هو ايه انا اصلا على مستوى الباثولوجي ما بقولش كده ما بقولش كده ده انا بقول على مستوى الباثولوجي دي هل هي بريزيرفد الايكوباتابل بتاعها فيها انترا ماسكولار
ديسربشن للفايبرز ولا لا، فيها كونكشن ولا لا، فيها ماس ولا ما فيش فيها ماس. انما انا مش هقدر ده على فكره حضرتك البريميزيوم والكلام ده كمان والاندونيوريوم والبريميرام حتى الام ار الفانكشنال ما بيقولوهوش وحتى جريدنج. يعني انا مره كتبت جريدنج كده في نيرف حسيت ان انا كتبت جريمه، يعني مثلا كنت كتبت جريد 4 نيرف انجري كان في كانت في النيرف اللي هي الدكتوره بتاع العلاج الطبيعي دي قال لي يعني هو دلوقتي حصل فيه جاب ولا ما فيش فيه جاب ومش عارف ايه، والراجل في العمليات بعت لي الصور يعني اعمل نيرف جراف ولا ما اعملش. تيت نفسي ادخل نفسي في قصص انت واخد بال حضرتك؟ قلت له نيرف جراف ايه يعني؟ قال لي الاحسن هو دلوقتي هو قدام مني انت. قلت له ما هو بص في سيكننج وفي سيننج، يعني معنى كده ان النيرف ده يعني مقعوص. قال لي يعني بلاش اعمل نيرف جراف. قلت له انت شايفه بقى تعمل ايه؟ انا اعمل لك تعمل نيرف جراف ولا لا؟ المسلز يعني هي من الحياة الحاجات برضو اللي بتقابلنا كتير. تيجي مثلا ما اعرفش انتوا عندكم هنا طبعا اللي هو الرياضه والسباحه والحاجات دي منتشره هنا ولا مش منتشره؟ لا طبعا. فيجي مثلا يجي حد يعمل ريفيرال كل شويه بيزيدوا في طلباته، يعني كل ما يعرفوا مثلا ان انت اشتغلت حاجه كل شويه سقف مطالب بعلي. يعني مثلا ايه احنا النهارده هنشتغل شولدر، ليه ما بعت لي الريكوست اللي بعديه يقول لي ايه فور رومبويد اكزامينيشن، يحط بقى ايه طب الرومبويد دي كانت فين؟ ده الرومبويد ده ورا، وتقعد انت تذاكرها. احنا نقعد نذاكر الرومبويد عشان نعرف الاوريجن والانسرشن. وعلى فكره اساله هو بتشتكي فين؟ يقول لي في اللي عند الحته بتاع الاستابل في المكان الفلاني، عشان برضه التريجرنج بوينت دي اللي هركز عليها. احنا ما بنشتغلش كده برضه عشان تعرف تطلع داتا ما تاخدش منه ايه، انت مش بتعمل ابدون الالترا ساوند، انت فاهمني؟ يعني احنا عايزين لما نشتغل نبقى لوكالايزد للبين بتاع البيشنت او الماس، ماشي؟ فيجي مثلا ايه يقول لي اعمل لي الرومبويد، مره ثانيه يقول لي اعمل لي البكتوراليس بيجو. ففي حاجات بتبقى بره المنهج، يعني انت عايز تشوية تعرفها وعلشان تعرف انت تبص عليه. فده مثلا الحاجات اللي في العيان بيلعب جاء قال لك ايه والله بص انا حسيت ان انا بعد ما لعبت حسيت ان ما عدتش قادر امشي ورجلي ورمه. ففي فلويد كوليكشن محدش يختلف عليه، بس الفلويد كوليكشن ده لو انت شفته في مكان معين، لو شفته في الكاف ماسلز من الابر بار وموجود بالاثنين ماسلز تعرف ان ده رابشر بلانتاز. لو شفته في مكان تاني خلاص ده انتراباسكولار هيماتوما. انا قصدي ايه لما اكون عارف الاناتومي عارف انا فين هوصل معايا ولا نمتم؟ ليه ده؟ حط فاكر حط فاكر ما تزعليش نفسك معلش. رابشر بلانتاز يعني ايه؟ بص يا دكتور ابراهيم، هو حضرتك بيجي عيان بيوصف لك الهيستوري كده يقول لك انا نازل على سلمه كف رجلي جه على طرف السلم، ماشي؟ وبعدين حسيت بعد كده ان انا مش قادر احرك كف رجلي، خدت بال حضرتك؟ فانت مثلا تيجي تعمل له الالترا ساوند تتلاقي فيه فلويد كوليكشن ما بين الجاستروكلينيا السوبرفيشال والسوليا سليب. فالمكان ده كاركترستيك البلانتاز بتمشي بينهم، فالفلويد كوليكشن في المكان ده انديكيت ان هو رابشر بلانتاز. حتى لو شفناها في الرنين بنكتبها كده رابشر بلانتاز. زيها بتيجي بهيستوري زي الاكيلز رابشر برضه، انت واخد بال حضرتك؟ بس الاكيلس رابشر اصلا بيبقى العيان كومبليت لوست فانكشن بلانترز ده اكسترا ماسل، فبالتالي ايه لسه العيان محافظ على الفانكشن وماشي. يعني ده فيه هيتروجينيستي وتحس ان فيه ايديما وفي حاجات فيها انتربشن في الماسلز، ده معناها ان فيها ماسل كتير. نفس الجريدنج برضه هو في جريد 1 و2 على حسب برضه هل التير ده بارشال ولا كومبليت تير ولا ماسل ايديما بس، ماشي؟ ده بنقدر نحدده. لما بنيجي نشوف مثلا والعيان يجي يقول برضه انا كنت بعوم وبعدين حسيت ان في مزقه حصلت، قارن الناحيه اللي هو بالعين بيشتكي منها بالناحيه الثانيه. خلاص ده برضه المصل فايبرز وحاسين ان في هنا ايه، في هنا زي فلويد وفي انتربشن للكورس بتاع الفايبرز، معنى كده ان احنا عندنا مصل كتير، ماشي؟ الباثولوجي سهل جدا بس المهم نكون عارفين احنا بنركز على ايه وبنجيبه ازاي. طب حلو، ده بقى جاي بيشتكي بماس، ده هل دي انتراماسكولار ماس، ماشي، ولا هيماتوما؟ وهو العيان اصلا بيقول لك ما بدكش هيستوري في تروما ولا اي حاجه خالص، ماشي؟ نعم؟ دي حط فاكر هي ايكوجينيك كده، هي ريبوم تراسكولا ريبوم سفيريكال ليجن جوه البصل، ماشي؟ بس يعني في حاجات الهيماتوما مش هتاخد كده، ما مش هتاخد والماس هتاخد، الماس هتاخد والليبوم على فكره هي هايبو باسكولا الليبوم ممكن ما تاخدش ما تلاقيهاش تاخد يعني، ماشي؟ بس العيان بيديك ايه؟ ما بدكش هيستوري في تروما، ماشي؟ هو ما بدكش هيستوري، اقول لك البتاعه دي والبتاعه دي مثلا اقول لك ايه هي معايا لها سنتين ثلاثه مثلا.
نفس القصه دي. ماشي، احنا شايفين ان في ديستربشن وفي ايه فورلي ابييرنس كده الليجر موجود جوه. ديفرنشيشن، فور ديفرنشيشن، حط فيه كلر صح، ما تلاقيش فيه كلر والعيان مديك هيستوري تطلع هيماتوم. ماشي، العيان مش مديك هيستوري تروما خالص وحطيت فيه كلر طلع فيه كلر. لازم تخلي بالك ان انت تكون داني بلاستيك مش ماشي، يعني هنخش بقى لا دي ساعتها نطلب الرنين ماشي، ونعمل بقى بوست كونتراست ستادي ونعمل مور ايفالويشن. ما نعرفش الفرق بين الكلمات والمكنسه. بصي بتقدري بس لازم تحط حاجات كرايتيريا مع بعضها. يعني مثلا ايه، يجي لك عيان كان معايا مثلا حد يعني من دكاتره الاشعه وجايب حد ريليتد له برضه، هو كان عامل حادثه وحصل تثبيت وبعدين ايده بتسخن وجاي بسوولن وفي زي باص او اوزج من الحته بتاع النيرز اللي متثبته. انا حاطط مش لاقي ماس بس شايف المصل.